ايه ده بقى؟ شريت خلاص؟ شريت تمام؟ شريت مساء الخير مع انتهاء رمضان والعيد دخول الصيف بتبدا هوج الطرابيش كده الناس بقى اللي هم المحبي للانتري دول عارف ان الناس اللي هو بيحبوا النيش دول فالناس اللي هي بتيجي تقول لك اه اللي هم بيهيجوا انا في ناس بتهيج على الحاجات القديمه على النوستالجيا فيتش نوستالجيا عندهم بيشعوطهم وبعدين الناس بتستفزني انا بص انا اي حاجه اقولها بعدها بقول الناس بتستفزني بس انا في حاجات محدوده يعني خلينا نعمل ليست الحاجات اللي بتستفزني انا عارف بس انا حاجات بتستفزني قوي يعني بهاء الاطفال اللي شبه الفضائيين الاطفال اللي شكلهم عادي بهاء الصنادل يا جدعان الفلوجرز البلوجرز الشرابات اللي هي بيبقى من فوق كده بتبين وش الرجل دي انا الشرابات دي والله العظيم انا موت ولا انا اشوف شراب زي ده يعني هو الشراب وصفته ان هو بيغطي ايه اكن لابس ترنج في رجلي والله العظيم اكني لابس كومبليزون في رجلي يعني انا بهيك شخص ما عنده فيتش رجلين او حاجه غالبا هو اللي عنده فيتش النوستالجيا ده بيهيك برضو اصابري وش رجلي بس وبتتلبس على الجزم اللي هي الجزم اللي هي اللي بتبقى اللي بتبان وش الرجل برضو اللي هو ما بلبسها بحس اني عايز اروح ابيع ايس كريم في تركيا اللي هو بيقعد يسحب حد سافر تركيا قول لنا هو في حد كل ايس كريم قبل كده يعني هو في تركيا ينفع تاكل ايس كريم ولا هو كل الحاجات خدعه بتاخد الايس كريم في الاخر تاكله عارف الاغنيه بتاعتهم ايه والله شكلي حبيتك يا ويقعد يعمل كده الشخص من اللي ورا الكاميرا بس كان سافر تركيا بس تعمل شوبينج بس حاجه في منتهى يعني انت عارف بنتي بتصرف كام حاجه كده يعني حاجه في منتهى حلم العمر يعني يا عم انا ما بحسدش انا بس عايز النعمه تروح منه وانت انا ما بحسدش حد يا رب انا ما بحسدش حد انا اعوذ برب الفقر انا عايز بس الصحه والفلوس اللي مع الناس كلها تيجي لنا بس انا ما بحسدش المهم المجموعة التربيش اللي هم بيصاروا على روتانا زمان دول بيبقى بني ادم عادي سنه يعني من عمر ما انا السيد وانا رئيس يعني مش 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 عجوز يعني والابيض واسود مجننه ودايما بيرجع ودايما اي حاجه بتتشحن بتجننه يعني اي تكنولوجيا اي حاجه بالمزيكا برضه يعني ولازم يرجع قوي يعني مثلا انت بتسمع مين مسار اجباري الله عزيز بسمع محمد منير اسمع انت محمد منير هو يسمع عبد الحليم فيروز اسمع انت فيروز هو يسمع عبد الحليم حافظ اسمع بحافظ هو يسمع زئير الانسان الاول مثلا او اتنين ماموس بعض يعني هو هيفضل يرجع لغايه صوت النيزك اللي نزل فرتك الديناصور هو هيقعد يرجع بالزمن يسمع حاجات غريبه كده وبعدين هم بيكرهوا الراحه والتكنولوجيا واي زنقه تتزنق من السمارت فونز من السوشيال ميديا بعيش تليفون تاتش معايا تليفون بيقول الو تليفون ده بيقول ادخل عشان لو عايز يرد انا اصلا معيش تليفون انا معاه زلط لو عايز ده حد برميه عليه انت برميه على دماغه انت دايره بص الساعه اللي هي بالخيال دي اللي بالشمس دي الساعه اللي قابلت فيها بهاء دي ويلاقي بقى مثلا ايه لا بيعمل كده الشمس بتبقى هنا هو بيعمل كده وبيحط صباعه كده واصبعه التاني في ده الحل الوحيد يعني عشان نفس الساعه او ماسك تليفونه بتاع مرحبا بتاع العيال الصغيره ده وايام زمان كانت صعبه قوي شكلا وموضوعا يعني مثلا ارجع لايام زمان يا عم انت طفل الناس يقول لك يا نفسي ارجع طفل من غير هموم من غير اي حاجه من غير حريه سلطه مطلقه انت كنت تستاذن عشان تخش تشخ فاهم انت كنت ترفع ايدك تقول انا عايز اطرطر حد يقول لك لا مسنتك اقعد تشخ على نفسك صباحه بول مس ممكن ادخل الحمام لا كسره ايوه كسره ايش نظفي بقى يا ميس طب انت عندك شخصيه كده خليك كاريزما تنفعك وانت بتشم بول بقى طول اليوم انت شمك انك في مجتمع بتنام غصب بتاكل غصب بتذاكر غصب ايه يا تنام يا تذاكر ده خلاص تحس ان الدنيا كلها اتقفلت وفي زرارين كبار قوي يا تنام يا تذاكر بس مفيش حتى تقعد مع نفسك مفيش تتامل مفيش اي حاجه عارف مورفيوس بتاع ماتريكس الحبايه الحمراء تنام الحبايه الزرقاء فايركتا عشان اخواتنا اللي عندهم مشاكل في احلى مسا عليك يا بهاء انت مش شايف لحد بيعرف يقول له حاجه لا والله العظيم في ايام كانت عادي اتظلمت في ايام اتظلمت قوي طبعا وبالنسبه للبنات فكره تسريح الشعر دي بالظبط هو في ايه جلسه ذعر ربع ساعه ذعر دي وتلاقي الشاب يسحب من فوق اكيد ده مش طبيعي يعني اكيد ده مش صح تلاقي تسمع صوت عجب بتتقطع البنت بتعيط فشخ بعد كده تلاقي البنت معيطه والشام تخرش معيط وبتاكل سندوتش شعرها ايوه وريحتها صابون فشخ كانوا بيلبسوك فانيلتين فوق بعض مثلا منهم الفانيله العكس يعني فانيله كده وفانيله العكس اللي هي عامله كده زي باسيت رونالدو اللي هي الفانيله اللي عامله كده كانوا بيلفوك بجرايد هتلف بجرايد ليه؟ يا جدعان كانوا بتلفوا بجرايد في ناس كانت بتلبس
كانت بتلف عليها بجرايد. لف لف بجرايد ليه انا وانا رنجة وانا شوية بصل اخضر. والبنت بقى تقعد انت فاهم تبقى شبه عبد الله مشرف شعرها كله بيتقطع كان بيقول ايه كان بيقول فونيس نازم دي اي حاجه كده. دي الايام بقى الحلوه ما كان في حاجه تشطفني صراحه. تخيل تخيل انت بتشخ بعد كده بتهنده على مواطن بيجي يحرس انت تبقى نظيفه. شوف الذل يا اخي. عامه الايام حلوه والاحلى ايام كنت طفل اكتر بقى اللي هو انت بتشخ في مكانك لابس بتاع بيجي حد يغيرها لك كل تلت ساعه. انا ما شخيتش على نفسي بقالي 6 اشهر مثلا بس كلام غير كده. ما هو من 6 اشهر بالظبط. بس العيال الصغيره بقى اللي هي اللي بتشخ كده بعد كده فجاه انت فاهم شخيت بعد كده واق حد يجي واق انا عايز ارضى تيجي انت تقول واق انا عايز ارضى تيجي سبيك اب بقى ما ينفعش تقول واق انا عايز ارضى واق انا طفل زهقان اصحوا اصحى بقى اللي يمسك بتاع الشيخ الهلالي والولاد اللي ترضع اللي عايز تعرض الرضاعه دي وش كل واحد يشوفها عنده ايه ويقدمه وبعد كده هنام يا عم عايز اتكرر عنده لي حد بس هتف عليه بتاع ابيض كده بعد اذن الرجاله المحترمه اللي قاعده. كان زمان كان بيجيلك برد بتموت يعني زمان كان بيجيلك شويه برد ممكن تموت. دلوقتي في كونجستال وفي بنادول وفي زانكس لو انت تعبان قوي يعني اخواتنا المدمنين. والانترنت يقول لك الانترنت زمان كان ابن وسخ كان وصله سالب وموجب كده وتقعد بقى عشان تخش على جوجل ايوه عشان عندك سؤال على جوجل وقبل ما تسيرش يبقى الزمن هتجاوب لك عليه يعني يبقى خدت حكمه انت لوحدك اول ما بتاع تحمل. بس قال لك المزيكا زمان مزيكتي ده بقى شغل بيت ام كلثوم تشغل بيت ثلاث ايام عمل عشان اقعد قد ايه الطريق لنويبع عشان اسمع نص اغنيه لام كلثوم. دلوقتي احمد سانتا ممكن في بار واحد يحكي لي قصه حياته في بار واحد خاصة انا عرفت سانتا وابي مالهم اخبارهم ايه وكل حاجه. حميد الشعير كان متكرر ست اصواته كلهم 20 يعني ما كانش فيهم حتى الصوت عنده موهبه سته. ولو كنت عايز تريبلاي اغنيه او حاجه كنت بتقعد ثلاث بتقعد تلف بقى تجيب قلم بقى وتقعد تلعب في الشرك بتاع الكاسيت وحاجه من توس مش عارف اذا كان هو وشه ولا ظهره ولا لا لا ده بهاء كده من كده بقى مش عارف هو وشه ولا ظهره بجد اقلبه كده يمشي كويس اقلبه كده يمشي كويس الشرج بتاع الكاسه ايوه الشرج الكاسه الشرج الشديد تحسه اسمه محامي يا عم والله العظيم مش عارف انا ابن مين؟ ابن الاستاذ شرج الشريط. والافلام زمان كانت وحشه بعد اذن الحريف خرج محمد خان عادي كان كل يعني احنا عندنا 5 افلام حلوه قديمه وسط 800 فيلم انتجوا يعني كان بيعملوا الفيلم في تلت ساعه فعادي في افلام وحشه قوي كمان وفي ناس لسه ملتزمه بوحشه افلام زمان يعني انا بس في حاجه شفتها في رمضان وده حاجه لو هتكلم عنها فنانه ما في مسلسل ما قاعده بتفكر لو هتعملي ايه يا بنت مش حد مش حد قاعد بيفكر والله بيفكر مع واحد ابكم قدامه وهتعملي ايه بقى يا بنت يكونش مفيش حد بيعمل كده ما كان شفتش حد عمري في حياتي كنت ماشي في الصاله لقيت خالتي متعقب ما يكونش يا مرض في ايه ما بطل انا بفكر يا الواحد عليه صوته مش لكن ده الواحد عليه صوته وبعد ليش معلش انا عمري في حياتي ما اختلفت واحد في الكلام راح سابني اداني ظهره ومش راح واقف عند البلكونه عمل كده بتجيبوها منين بتجيبوا الحاجات دي منين شفتوا مين قبل كده عمل كده انا مش هقدر اتكلم على فيفي عبده بجد بخاف منها قوي والله العظيم بخاف من فيفي عبده بجد عشان تطلع تشتمني وشتمتها تبقى بتضحك ويبقى شكلي وحش قوي ويبقى ساوند على التيك توك فايرال وانا بتشتم ولو الاخ العجل عايز ايه هتهلفت فانا بحبك افوف 5 مو او 4 يعني لو 5 دي بتاعتي مش عايز عندي اقولها 4 مو 3 مو كافيين تخش بقى سبيك اب دلوقتي انت بعد 3 مو انت ما تعرفهاش تحب انزل دي تقول لك مثلا الكراش بتاع احمد مظهر ليه ليه احمد مظهر احمد رمزي احمد مظهر ماشي رشدي اباظه ايه بقى ده انا بحب رشدي اباظه بصراحه بتحب مين في عالمنا دلوقتي مين شخص شايفاه وسيم احمد عز مثلا انت بيزك قوي ليه انت اي حد عنده بيزك يعني انت واحده بتحب احمد عز بحب اسمه ايه مسلم مين فيهم بتاع اللي كان راكب دبوس فرخه قريب مؤخرا لا انت كده مش كويسه نقفل الحلقه دي نتكلم لا رشدي اباظه اظن يعني هو الرجل الثاني يعني هو شكله عادي قوي يعني بعد الرجل الاول يعني الرجل الاول كان بيعمل اوجا بوجا وبتاع وبيضرب ناس بالشومه وكده الرجل الثاني احمد مش رشدي اباظه شنبه مش حلو لا والبجاحه البجاحه لما بيتكلموا عن اللبس
لما واحد لما واحد يكلم خلاص انا ممكن اقبل اي حاجه غير اللبس. كانت تلاقي الراجل راجل محترم مش شبه كيمو كونو الوان كلها مش شبه بعض شبه عماره في العجمي عارف عمال العجمي بتاعت قريه النخيل كانت الوانها بنت وسخه كده وشعر اكرت على سوالف وسخه على على بنطلون ضيق قوي بتاعت واسع قوي على وش قديم قوي. ما ده اللي كان غريب. كانت العيال في جامعه وشوشهم كبيره قوي. انا عارف ما كانش فيه سكن كير روتين طبعا ساعتها بس مفيش مبرر يعني بقى وشه 52 سنه وتصرفاته صبيانيه تصرفات حسن بروس دي لبس حسن بروس على وش بهاء ده كابوس ده كابوس والله العظيم. وطريقة رسوم غريبة وأداؤهم غريب وحاجة في منتهى الوساخة. يجي مش عاجبه الأوفر سايز على الأقل ستر نفسه. هل ده معناه إن في سكين كير دلوقتي أنت بتعمل سكين كير؟ طبعا كل يوم. إيه هو؟ بغسل وشي عامة. أنا بغسلش وشي الصبح ولا بالليل؟ أنا بستحمى. ماشي. يعني عمري ما مديت وقت ان اغسل وشي. انا فاهم بس انا بستحمى واكيد وشي بيتغسل. انا حاسسك دفت. لا ما بعملش كده يعني ما بديش لوشي. انا هو واقف بستحمى بتخيل نفسي بصارع ناس اونلاين وبتاع وانا بستحمى بعد شويه شادو بوكسنج كده بعد كده بعد اتخيل نفسي لسه قاتل واحد واقف سند على الحيطه كده وما نازل عليا بتخيل كل الحاجات دي. بعد كده اشوف زاويه في المرايه تخلي ان انا ما عنديش كرشي. وبعد كده اصور صوره في المرايه وانا ما عنديش كرش اكتشف في الصوره ان انا عندي كرش. ده اللي بيحصل على الناس كلها لو انت فاكر نفسك شكلك حاجه. ايوه بعد كده يطلع الصوره شكلي وسخ. لا ولا اقول لك مثلا الكوره هي دي كوره. لا بقى الكوره برضو بتعصبني. الكوره زمان تحسها ملائمه مع مزيكه الكاميرا في الملعب. قاعد اشوف مفيش تكنيك مفيش اي بنوسخه. 22 واحد في الملعب بيشدوهم ايس ولا شابو وينزلوا يجروا ورا كوره. والشرطات لا فكك شرطاتهم قصيره تحت العصفوره بملي. بس مصطفى شوبير عوضك يا مصطفى شوبير بحبه قوي حارس مرمى شاطر. وما شفتش احمد شوبير ما اهتمتش اشوف كوره زمان. ما اهتمتش اشوف بيليه ما اهتمتش اشوف مارادونا. شفت مارادونا وبعد كده حسيت عبيط يعني حسيت ان انا عبيط قوي اكن عامل لعيب 99 وبجري وسط ناس كلها حمير. انت فاهم كده في تاهيل وفي بدني وفي ناس وفي ايس باس. في ايه ايس باس؟ ايس باث. ايس باث. التلفزيون زمان كان بيقفل اصلا يعني الساعه 9 بالليل بيجي واحد يحجر باب قفل التلفزيون. 9 الصبح بقى تتبسط هننبسط هنبدا متعه الساعه 10. انت كل ده انت كده اتفرج عليا يعني اكيد بعد كده ما يكبر هيشوف ايه الراجل ده بيقول ايه. ولا العيد. يقول لك العيد زمان. العيد زمان ايه؟ عيد زمان كان بيبدا بومب وصواريخ. ايه الخطوره دي اصلا؟ لازم نخسر 6 قرنيه اول يوم عيد. لازم 6 اشخاص يتعوروا كده زي الراجل الشرير بتاع مسلسل العوضي. انت عارف الحوار ده؟ ايه بقى؟ محدش فاكر مسلسل العوضي. طيب في الاستاذ وليد الفواز والله العظيم الفواز بجد بشوفه ممثل كويس جدا بس طلع شرير. ماشي؟ اقول لكم عامل ازاي؟ ماشي لابس بتاع على عينه اللي هي بتاعت الكراسمه دي والله العظيم ما بهزر بس ستات متجوزه هو حاجه عنده. ماشي شغال ايه؟ بيبيع خمره. ما قالش حاجه الراجل ده طلعش ذكاية يعني ما قالش حاجه. الناس طلعوه شرير. طب مين اللي عوره؟ احمد العوضي. طب المسلسل اسمه حق عرب. عوض اسمه ايه؟ عرب طبعا. ما فيش من غير سكريبت المسلسل ده. طب اقول لك حاجه ده المسلسل اللي كان فيه الاستاذ وفاء عامر بقى بتعمل حركات صراحه صراحه لا مش قادر. انت في حاجه كانت بتحصل لك زمان تروماتايزنج حتى لو عبيطه يعني حاجه انت بتخضك قوي زمان دي انت مش اول مره تخبط الخبطه دي صح؟ تحاول تعمل ايه؟ تحاول تموتني بقى. ايه حد عنده تجربه تروماتايزنج وهو صغير؟ الكولون وماما بتلبسهوني بيبقى صعب. يا لهوي اوف انت كنت بتتشال من الكولون عشان تتاكد ان هو ملبوس فقلت خدت مقرصه ليه؟ عشان ترفع. لو في معلقه العصر كنت باخدها الصبح قبل المدرسه دي ازاي تروماتايزنج؟ لا كانت معلقه عسل عريضي وحشه قوي. بس ازاي يعني ايا كان يعني ماشي هات لي كبد وباقي يا عم. هات لي التهاب كبد وباقي احسن لي. انا ما ان وانت بقى انت طبعا كنتش طفل انت مولود 65 سنه. معلقه العسل دي ما كانتش عندي ما اعرفش انا كبس. هو بيدوك ايه عشان؟ مفيش اي حاجه. جي اتش. كان بس عنده جي اتش. بس هنزل على طول. بس هنزل الورشه. بس هنزل الورشه. وانا عندي 6 سنين. بس هنزل. لا انا كان في تجارب تروماتايزنج كتير قوي 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 بالنسبه لي. ايه بقى؟ مشوار الشوبينج بتاع اهلي بتاع الحاجات ده اللي هو بتاع الاكل. مفيش اي حاجه انا بعوز يعني بشبط فيها بتجيلي ومفيش رفض. فيتش كنت قاعد وجبت التفاحه. في الاخر نصيحه اليوم الصيف داخل ارجو حد توفروا لاي حيوان حيوانات الشارع يا دلة يا مية او الطيور برضو يا دلة يا مية. لا طيور مش محتاجه دلة. طيب ما دبيتنيش حاجه عايز تخلي شكلها عبيط وخلاص. ماشي طيور محتاجه مية. انا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل احترامي.